يا جماعه دهب اهي مفيش فيها اي حاجه. وبعدين عادي انت تشوف البحر ايه يعني، تشوف قرود يعني اكيد هتشوف سمك وتشوف قروش وكده. في حاجه اسمها ريف شارك، الريف شارك دوت ما بيعملش اي حاجه، والصوره اللي موجوده على النت اللي حطينا الناس دي مش جايبين صوره من على النت من المحيط وحطينا، اقول لك احترس في قرش الذهب، ما فيش الكلام ده. القرش اللي كان هنا موجود ريف شارك وطوله بتاع متر و20 سم، متر ونص، وبنتمنى نشوف احنا بننزل البحر عشان نشوف قروش اصلا يعني. ما فيش الكلام اللي هم بيقولوه دوت، وممكن الصوره دي اصلا مش موجوده في ذهب، يعني الصوره نزلت على النت مش مبينه اصلا فين المكان. كل الناس بتتكلم القرش في ذهب، القرش في ذهب، ما فيش حاجه في ذهب. وحتى لو في قرش في ذهب ما فيش فيه خطوره، لان حتى الصوره اللي ظهرت للقرش اللي كان في الصوره دوت اللي في الفيديو ده ريف شارك مش مؤذي ولا بيعمل اي حاجه. وشكرا. دلوقتي الساعه 6:46 يوم 16/8/23، ادي ذهب والدنيا خلاص بدات تظلم وناس فعلا تطلع من الميه. هي دي ذهب اللي بيقولوا عليها بلد السحر والجمال. من فوق فندق بلانت يا ريت الناس تطمن يعني.